أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ المرحلة الختامية للتمرين المشترك الدفاع المتوهج 23 صباح اليوم، والذي اشترك في تنفيذه عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل والحرس الوطني والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية. ولدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع التمرين، كان في استقبال معاليه سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، استمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن مراحل التمرين المختلفة، ألقاه العميد الركن بحري عدنان حسين صفر قائد التمرين، وتلا ذلك عرض إيجاز حول تطبيق المرحلة الختامية من التمرين قدمه الرائد الركن الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة. بعدها شاهد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن كثب مجريات مراحل تطبيقات التمرين والمرحلة الختامية من التمرين، والتي أكدت على المستوى العالي والمتقدم لعمليات التخطيط المدروس بعناية والتنفيذ المتقن باحترافية، والذي حقق الأهداف المنشودة من خلال التعاون والتجانس بين القوات المشاركة في التمرين، والتي لها دور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية ضمن إطار البرامج والخطط المرسومة التي تهدف إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات. وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تأسير خطط الارتقاء بالجاهزية القتالية والإدارية بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بخطوات ثابتة ومدروسة مرتكزة على أرقى النظريات العسكرية. وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بالمستوى المشرف الذي ظهر به المشاركون في التمرين من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، مشيدا بتحليهم بروح العزيمة والإصرار لأداء الواجب المناط بهم على أكمل وجه. وأكد معاليه على أن قوة دفاع البحرين تسعى على الدوام للعمل على تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة، وتعمل على تطويرها وزيادة قاعدة المشاركين فيها، الأمر الذي ستكون محصلته تحقيق أقصى درجات الاستفادة بفتح آفاق العلوم والمعارف العملياتية الميدانية وإثراء الخبرات وصقلها وتطويرها لاستيعاب كل ما هو جديد وحديث في المجال الدفاعي ومتطلباته لبناء قوة دفاعية ذات كفاءة عالية قادرة على أداء واجباتها المناط بها بكل جدارة واقتدار. وفي الختام أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره واعتزازه بالجهود المشتركة المبذولة التي أسهمت في نجاح هذا التمرين، مشيدا معاليه بالتعاون البناء من قبل الجميع ومشاركتهم الفعالة في هذا التمرين والتمارين السابقة، وقدم لجميع المشاركين خالص شكره وفخره بالجهود التي بذلت، آملا أن يكون التمرين رصيدا جيدا وعونا قويا تنطلق منه القوات المشاركة في التمرين لتنفيذ واجباتها المستقبلية.
وبعد انتهاء التمرين اطلع صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على عدد من المهمات والمعدات والأسلحة الحديثة والتقنيات والآليات العسكرية المتطورة والمتقدمة. حضر التمرين معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، والسيد ديفيد براونستون نائب رئيس البعثة الأمريكية، والعميد سيمبلي نائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والعقيد كريستوفر فلويد الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وعدد من الملحقين العسكريين بسفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى البلاد.